بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة كوريكولم ايفالويشن تبع كورس سكول مانجمنت او مادة ادارة مدارس اندر سوبرفيجن دكتور ابتسام سعيد احمد اسيستنت بروفيسور اوف نيرسينج ادمنستريشن فاكولتي اوف نيرسينج بنها يونيفرسيتي بريبيرد باي فاطمة غانم عبد الحميد حسن سمر عاطف منيب بريزنتد باي فاطمة غانم عبد الحميد بتاريخ 23/3/2020. اوبجكتيفز General objectives at the end of this lecture, the post-graduated student will acquire knowledge about curriculum evaluation. Specific objectives at the end of this lecture, the post-graduate student will be able to define curriculum evaluation, determine purposes of curriculum evaluation, identify types of curriculum evaluation, mention models of curriculum evaluation, discuss planning curriculum evaluation, identify components of curriculum evaluation. Introduction. Curriculum evaluation is an integral and essential part of the whole process of curriculum development. It is an ongoing process which begins simultaneously with curriculum design. بنقول الكوريكولم ايفالويشن ده عبارة عن جزء مهم جدا في عملية الكوريكولم ديفلوبمنت وهو عبارة عن عملية مستمرة بتبدأ منذ بداية الكوريكولم ديزاين. الايفالويشن ده ممكن نستخدمه as a basis for preparation and implementation of a program. ومفترض عملية البريباريشن والإمبليمنتيشن دي بيبقى فيها educational decisions have to be made frequently. فبالتالي الهدف المين بيربوس بتاع الإيفالويشن بتاعي إن أنا إن هو provide basis for value judgment that permit better educational decision making. طيب يعني إيه إيفالويشن؟ بنقول الإيفالويشن ده عبارة عن process of collecting data on a program علشان احدد الفاليو بتاع البروجرام بتاعي واقدر اخد قرار هاوزر تو ادوبت ريجكت اور ريفايز ذا بروجرام. ديفينيشن اوف كوريكولم يعني ايه كوريكولم؟ الكوريكولم ده عباره عن اول ايديوكيشنال اكسبيرينسز اللي المفروض الليرنر بيكتسبها اثناء الايديوكيشنال بروجرام، والهدف بتاع الكوريكولم ده ان انا احقق البروت جولز والسبيسيفيك اوبجكتيفز المفروض ديفلوبد ويزين فريم ورك اوف ثيوري اند ريسيرش باست اند بريزنت بروفيشنال براكتس اند تشينجينج نيدز اوف سوسايتي. طيب curriculum evaluation على بعضها يعني ايه؟ بنقول ان هو عبارة عن systematic summative examination لكل الكومبوننت بتاع الكوريكولم بتاعتي اللي بتديني الريزلت في الاخر ان الكوريكولم ده approved or accredited اللي هي بتديني evaluative conclusion زي ال approval or accreditation. طب ايه هي الكومبوننت بتاع الكوريكولم اللي انا المفروض بعمل لها evaluation؟ المفروض بعمل evaluation للcurriculum goals, design, outcomes, courses, teaching and evaluative strategies, human and physical resources to support the curriculum, learning climate and curriculum policies. طب ايه هو الـ purposes of curriculum evaluation؟ اول حاجة عشان بيحدد لي الـ strengths والـ weakness of curriculum، بيقدر منه احدد مدى انجاز او تحقيق الطلبه للكوريكولم جولز، بيمونيتور الستودنت ليرنينج اكسبيرينس اثناء البروجرام، بيبروفايد بيزس ان انا اعمل ريفيو او موديفيكيشن اند ري اورجانيزيشن اوف الكوريكولم بتاعي. كمان بنقول ان هو ات از ا كواليتي كنترول ميكانيزم اللي بتاكد لي ان الكوريكولم بتاعي والكورسز والبروسيس اندرتيكن والتيتشنج استراتيجيز اند ستودنت اتشيفمنت اوف جولز اور ميتينج ريكوايرد ستاندرد. types of curriculum evaluation انا عندي 3 types للcurriculum evaluation: formative evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation. اول نوع هنتكلم عنه هو الformative evaluation، وده عباره عن الevaluation اللي بيحدث before or during implementation of new project بهدف ان انا اعمل improving للproject design and performance. كمان بنقول in the other word هو عبارة عن an ongoing classroom process that keeps students and educators informed of student progress toward program learning objective، عشان أكون بيخلي الستودنت والإدوكيتورز بتاعتي عارفين مدى تقدم الطالب نحو تحقيق learning objectives بتاع البروجرام. المين بيربوس بتاع الفورميتيف ايفالويشن ده ان هو بيديني ايفيدنس اباوت ذا فيزيبيليتي اند افكتيفنس اوف ا بورشن اوف كوريكولم، وبالتالي اونجوينج ريفيجن اند امبروفمنت كان بي ميد. الايفيدنس اللي هو المصدر بتاع الفورميتيف ايفالويشن ده كومز مينلي فروم تيتشرز اكسبيرتيز سوبرفايزر اند ستودنت.
انواع الايفيدنس بتاعتي، اول حاجه عندي جادجمنتال داتا، ده اول نوع يعتبر من ذا فيرست تايب اوف ايفالويشن، وده بيشمل انفولفمنت انفولف جادجمنتال داتا. الجادجمنتال داتا دي اللي هي يعتبر التيتشرز والاكسبرتيز والسوبرفايزر والستودنت بيدوني انفورميشن ورياكشن عن الكوريكولم ماتيريال والتايبس بتاع الايفيدنس ده، انا بجمعه جازرينج باي ريتنج وكويستيونيرز اند انترفيو. تاني نوع من الايفيدنس عندي اوبزرفيشنال داتا، ده الاوبزرفيشنال داتا دي اللي هي الشخص الترينت او ان تريند اوبزرفرز بيبدا يجذر داتا during الليرنينج والتيتشنج سيتويشن سواء في الكلاس روم اور ايلس وير، والنوع ده من الايفيدنس انا اوبتينت باي دايركت اوبزرفيشن ان فري مانر. تالت نوع من الايفيدنس عندي الستودنت ليرنينج، وده يعتبر اهم نوع في الايفيدنس بتاعي لان هو بيديني ايفيدنس او بيديني معلومه على نوع الليرنينج اللي حصل اثناء الادوكيشنال بروجرام بتاعي، ايه هو مستوى الليرنينج او الليرنينج اكسبيرينسز او اكتيفيتيز اللي الطالب اكتسبها اثناء البروجرام بتاعي. وطبعا في النهايه البيست سورس اوف ايفيدنس ان انا اعمل كومباينيشن للثري ايفيدنس اللي هو جانجمنتال داتا والاوبزرفيشنال داتا والستودنت ليرنينج علشان اوصل للنهايه تو ارايف ات فاليد كونكلوجن. البينيفيتس اوف فورميتيف ايفالويشن، اول حاجه تو ايدنتيفاي البروبلمز ان تيتشنج اند ليرنينج اند هيلب تو كوريكت ات. تاني حاجه باي بينج فورميتيف دايجنوستيك ويكنس ات ان ايرلي ستيج بقدر اعرف او اشخص الويكنس ات ايرلي ستيج، وبالتالي بقدر اعمل موديفيكيشن والريميديشن في التيتشنج والليرنينج ميثود، وبالتالي بقدر احل المشكله بدري، وده بيديني فيدباك ذات موتيفيت الستودنت والتيتشر. ثالث حاجه بنقول فورميتيف ايفالويشن از اولسو ايديال فور فيوتشر بلاننج ان تيرم اوف تشينجينج تيتشنج ميثود اند بيوبرز اكتيفيتيز، ده ممكن استخدمه للفيوتشر بلاننج ان انا ببدا ان انا اعدل واغير في التيتشنج والليرنينج ميثود اللي انا بستخدمها علشان احقق الجولز بتاع البروجرام بتاعي. تاني نوع هنتكلم عنه هو السوميتيف ايفالويشن. السوميتيف ايفالويشن ده اند از اوفن اندرتيكن از ذا اند اوف ذا بروجكت، عكس الفورميتيف. الفورميتيف ان هو بياخد تيك بليس before or during the curriculum evaluation، اما السوميتيف ايفالويشن ده بعمله at the end of the project، والهدف بتاعه ان انا اقيم الهول بروجرام بتاعي او الاول كومبوننت بتاع البروجرام بتاعي في نهايه البروجرام خالص، وبدي ريبورت ستودنت وبيرنت وادكيتورز اون بروجريس ريليتيف تو كوريكولم اوبجكتيفز. البيربوس بتاع السوميتيف ايفالويشن از تو جادج ذا افكتيفنس اوف اول اوف ذا كوريكولم، كمان بنقول ان هو از اولسو بريفيرد تو كومبير وان كوريكولم وذ انذر، بستخدمه علشان احدد الافكتيفنس بتاع الكوريكولم كله على بعضه، وان انا ممكن استخدمه عشان اقارن وان كوريكولم وذ انذر. الايفيدنس المصدر بتاع السوميتيف ايفالويشن بتاعي بيكمز فروم تيتشرز وستودنت وجرادويتس وادمنستريتورز اند اذر ستيك هولدرز. البينيفيتس اوف سوميتيف ايفالويشن، اول حاجه ان هو جادجمنتال از ناتشر هينس ات شوز ذا وورث اور فاليو اوف ذا بروجرام، بيوريني او بيبين لي ويوضح لي ايه هي الفاليو او الورث بتاع البروجرام بتاعي. ات كان بي يوزد فور ديسيجن ميكينج so that the learners can easily selected into placement stream such as pupils are put into classes according to their test result. بيحدد لي الستريم اللي المفروض الستودنت او البيوبلز هيمشي فيه بعد كده، يعني على اساس التست ريزلت بتاعي مثلا بقدر احدد اقول لو مثلا احنا في المرحله الاعداديه بقدر عن طريق السوميت ايفالويشن ده اقول للستودنت ده هيدخل ثانويه عامه او ثانويه فنيه، لو هو مثلا هيدخل ثانويه عامه ابدا في نهايه مثلا الامتحان مثلا بتاع اول سنه اولى اقول هو هيدخل علمي ولا ادبي، فهو بيحدد لي الستريم اللي الستودنت هيمشي فيه اكوردنج تو ليفل والسكور بتاع التيست بتاع الستودنت ده. تالت حاجه تيز يوزفل تول فور جايدنس اند كونسلنج، بستخدمه فور جايدنس اند كونسلنج. تالت نوع هنتكلم عنه هو الدياجنوستيك ايفالويشن. الدياجنوستيك ايفالويشنز اوكيرز ات ذا بيجينينج اوف ذا سكول يير اور بيفور ا نيو يونت، بستخدمه في بدايه سنه دراسيه جديده او قبل ما اطبق بروجرام جديد. It identifies students who lack pre-request knowledge, understanding or skills. بيقول لي ايه هم الستوديونت
اللي عندهم لاك في النوليدج او في السكيلز او في الاندرستاندينج، وبالتالي ببدا اصيغ الكوريكولم بتاعي او الكومبوننت بتاعتي او الليرنينج اكسبيرينسز اللي هي المفروض هتميت الستودنت انترست بتاعتي، وان انا ازود لهم اللاك اللي عندهم. Diagnostic evaluation provide information essential to teachers in designing appropriate programs for all students. إن هو قلت إن هو بيعرف لي إيه هو the student interest، بعرف عندهم lack في أنهي جزئية بالظبط من ال knowledge وال understanding وال skills، وبالتالي ببدأ أعمل design مناسب لل student على حسب ال level بتاعهم. طيب usually analysis of this evaluation occurs when، إمتى بستخدم ال diagnostic evaluation؟ هو في ثلاث نقاط. Content of curriculum is updated، لو انا عملت update للcurriculum بتاعي. Something is added او something is taken out. طيب الevidence، المصدر بتاع الdiagnostic evaluation ده comes from teachers and administrators. طيب ايه هي البنفيتس بتاعته؟ helper in solving problems of student، بيساعدني ان انا اسولفر البروبلم بتاع الستودنت. احنا قلنا في البدايه ان هو بعرف الستودنت عندهم لاك في النولج والاندرستاندنج والسكيلز، بشوف ايه هي الانترست بتاعتهم وبالتالي بقدر احل لهم البروبلمز بتاعتهم. it is helper in make teachers performance better، بيحسن التيشر بيرفورمانس ان هو اوريدي بيعمل ابديتنج للنولج على طول، وان هو دايما بعمل شوف ايه هي الستيود عندهم لك في ايه واحسنه، وبالتالي التيشرز بتبدا تحسن التيشنج ميثودز بتاعتها. it is helper in encourage students and teacher helper in educational plans. بعد كده هنتكلم على models for curriculum evaluation. انا عندي there are several models of curriculum evaluation، هنتكلم هنا في المحاضره عن بعض هذه المودلز. اول موديل هنتكلم عنه هو تايلر موديل. تايلر موديل is often referred to as objective model، لأن هو بيركز على الـ objective approach للـ educational evaluation. It emphasizes consistency among objectives, learning experiences and outcomes. كمان بنقول الـ curriculum objectives بتاعتي indicate إيه هو نوع الـ behavior المفروض الطالب بيكتسبه and the area of content to be applied. Taylors recommend that the curriculum beginners identify general objectives by gathering data from three sources. أنا المفروض الجنرال objectives بتاعتي دي أنا بحددها أو بعرفها من ثلاث مصادر: learner والcontemporary life outside the school and the subject matter. طيب التايلور موديل ده بيركز لي على four basic questions، المفروض إن هو بيركز على الـ question دي. أول واحد What is the purpose of the education؟ ايه هي الobjectives؟ هو الـ purpose بتاع الـ education. What educational experiences will attain the purposes؟ ايه هي الـ instructional strategies والـ content اللي هتحقق الـ purpose بتاعي؟ How can these experiences can be effectively organized؟ ازاي اعمل organization للـ learning experiences؟ How can we determine when the purposes are met؟ نعمل بقى assessment evaluation عشان نشوف الـ purposes بتاعتي achieved ولا لا. اول حاجة هنتكلم عن question بالتفصيل، اللي هو اول حاجه stating the objectives. بنقول the progressive emphasizes the importance of studying the child to find out what kinds of interests he has، وبالتالي and the problems he encounters what the purposes he has in mind. بنقول البروجريسيف اللي هو تايلور ده بيشوف ان الانفورميشن اللي انا بجمعها عن الانترستس بتاع التشايلد بتاعي والبيربوسز بتاعته والمشاكل اللي هو بيواجهها بتساعدني ان انا بتديني بيزك سورس فور سيلكتنج الاوبجكتيفز بتاعتي. تاني حاجه سيلكتنج ليرنينج اكسبيرينسز. تايلور بيليفز ذات ستودنت ليرن ثرو اكسبلوريشن، ان الستودنت بيتعلم عن طريق الاكسبلوريشن الاكتشاف، وبيكمان ان هو بيعتقد ان التيشر شود انكورج ستودنت تو بيكام اكتيفلي انجيجد ان ديسكفرينج وات ذا وورلد از لايك. تالت حاجه اورجانيزنج ليرنينج اكسبيرينسز. بنقول سنترال تو تايلورز موديل از افكتيفلي اورجانيزنج ذا ليرنينج اكتيفيتيز. تايلور موديل بيركز جدا ان انا انظم الليرنينج اكسبيرينسز بتاعتي، لأن الستودنت need concrete experiences to which the reading or meaningful connected. أنا لما بعمل organization الexperiences بالتالي بتبقى connected with the meaning، فبيبقى سهل على الستودنت إن هو يكتسب النيو knowledge دي. There are three criteria are required in building organized learning experiences. أنا عشان أعمل organization learning experiences بتاعتي لازم يبقى فيه ثلاث كريتيريا متوفرين عندي، وهي ال continuity والsequence and integration. رابع حاجة evaluation
المفروض ان هي assessment and evaluation the curriculum. ال assessment ده طبعا يعتبر critical to tailor model and begin with the objectives of the educational program. ال evaluation المفروض ان انا بعمله to determine to what extent the educational objectives are actually being realized by the program of the curriculum and instruction, عشان اتاكد ال objectives بتاعتي هتتحققت من خلال ال program ده ولا لا. Strengths of model. ايه هي ال strengths بتاع تايلور موديل؟ Involve the active participation of learner. Educational objectives are clearly defined. Simple linear approach to development of behavioral objectives. ال criticism of تايلور موديل. Narrowly interpreted objectives. مش بيفسر ال objectives بطريقة أوضح. مش او ال acceptable verb ما بيكونش واضحة قوي. Difficult and time consuming construction of behavioral objectives, ان هو بيعتبر بياخد وقت كبير وصعب ان انا اصيغ او اكون ال behavioral objectives بتاعتي. Curriculum restricted to a constricted range of student skills and knowledge, بيكون محدود لجزء معين من ال student skills and knowledge. A teacher can control the learning experiences through the manipulation of the environment, علشان تحقق ال learning او اتقان بتاعتها اللي هي محتاجاها. فبالتالي هي ده يعتبر بتعمل manipulation للانفايرومنت, فبالتالي ده يعتبر كريتيسيزم للتايلور موديل, لان هي بتحقق, هي عايزه تحقق الديزايرد ليرنينج, ما بيسيبش الليرنينج يمشي في المسار بتاعه زي ما هو المفروض يمشي, لكن هي بتعمل manipulation للانفايرومنت عشان تحقق جولز هي حطاها قبل كده اللي هي kind of learning outcomes desired.